صالح، أنتم كإعلاميين يعني جنوبيين وملاك للصحف، كيف تتابعون هذه التحضيرات الجارية لعقد هذه المشاورات اليمنية؟ هل تعقدون الآمال لمثل هذه المشاورات المرتقبة؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. بكل تأكيد الجميع يتفائل ويتأمل أنه هذه المشاورات تخرج بنتائج مرضية لجميع الأطراف، خاصة تلك الأطراف التي حققت نتائج عسكرية على الأرض في مواجهة مشروع إيران أو مواجهة الحوثيين. المشاورات هذه إذا لم ترسخ ما تحقق على الأرض، الكثير يعلق عليها آمال عريضة، الكثير من الملفات التي أعلن عن مناقشتها. نحن نتمنى أن نخرج هذا المؤتمر بنتائج مرضية، بنتائج مثمرة. هناك ضرورة ملحة لتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الحوثي، خاصة وأنه الأذرع الإيرانية رفضوا الانخراط في هذه المشاورات، وأيضا مواصلة عدوانهم على الجنوب، على السعودية وعلى الإمارات بشكل ممنهج بشكل مستمر، حتى وفي ظل إعلانهم وفي ظل زعمهم عن وجود هدنة. هناك الكثير من الملفات التي يفترض أنها تناقش، أو نحن نتأمل أنها تضع حلول، خاصة الملف مكافحة الإرهاب. هذا الملف مهم جدا، نشاط تنظيم القاعدة عاد مؤخرا بقوة، نفذ العديد من الهجمات، عاد لتنفيذ عمليات اختطافات في محافظة شبوة، في أبيان، في حضرموت، في عدن، أيضا في لحج، وأيضا بالتنسيق مع الميليشيات الحوثية. الملف مكافحة الإرهاب والملف الأمني، أيضا الملف الاقتصادي، الملف الاقتصادي المهم جدا، خاصة أنه مدن الجنوب اليوم في تدخل العام الثامن وهي تعاني من الحصار المفروض عليها من جراء انعدام المشتقات النفطية، انقطاع الرواتب. الكثير الحكومة اليمنية فشلت فشلا ذريعا خلال 8 سنوات في معالجة الكثير من الملفات الأمنية الاقتصادية والمعيشية. هناك انهيار في كل شيء، لا 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 لا, لا, لا يوجد أي شيء يمكن أنه يعني يمكن وصفه بأنه إنجاز حققته الحكومة اليمنية التي تتحكم فيها أطراف سياسية. وحنا الأمل الكبير على هذه المفاوضات أو هذا المؤتمر أنه يخرج برؤية لإعادة هيكلة الحكومة أو الرئاسة اليمنية تحديدا. هذه المنظومة السيادية التي تتحكم بمصير البلد تتحكم بها أطراف سياسية انفردت بالحكم، وتستخدم هذه السلطة للنهب، نهب الثروات، نهب الموارد، نهب موارد الجنوب النفطية، نهب موارد ميناء الوديعة، أيضا استخدام السلطة لتنفيذ أجندتها الخاصة بعيدا عن الشعب وما يعانيه.